صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 90 لسنة 2023 بتعيين مدير بمكتب السمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم وذلك بناء على عرض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه أنه يعين السيد حمد خالد محمد المسلم مديرا لإدارة الشؤون الإدارية والخدمات في مكتب رئيس مجلس الوزراء